كما نعلم جميعا وقلنا ما كما ذكرنا من باب التذكير وجميعكم يعلم دخول البيت والخروج منه يخالف أمر دورة المياه والمسجد. فالمسجد يدخل بالرجل اليمنى ويخرج باليسرى، والحمام أو دورة المياه تدخل باليسرى وتخرج باليمنى، يخرج منها باليمنى. البيت دخولا وخروجا باليمنى. الشيطان لا يقرب إن طبق الإنسان هذه السنة. السنة الثانية التسليم. إذا دخلتم بيوتكم فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله طيبة مباركة. السلام عليكم، ولم يكن حد. الشيطان يرتز مكانا خارج البيت، ما يقدر يدخل. برجلك اليمنى وبالتسليم. ثالثا باسمك اللهم خرجت وباسمك اللهم أليك. إذا كنت جاي راجع داخل البيت وأنت خارج من البيت باسمك اللهم ولكت، أي دخل باسمك اللهم أخرج. وزد رابعا وهذا ربما تكون أهم، أستودع الله بيتي ومن فيه وما فيه. حد يقدر يدخله ولا لازم تسوي له كم قفل وشي؟ بيت آمن هو اليوم من الصوص؟ إذا كان لا يأمن عليه من الشيطان حتى من الصوص لا يأمن، يدخل يكسر دريشة ويدخل البيت ويفعل ما يشاء في البيت اللص. لكن التحصين الرباني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو التحصين الحقيقي للبيت. قال شيخنا العلامة عندما سئل قال اجمعوا في كل أموركم الدعاء الآتي، بدل أن تقول اللهم إني أستودعك ناقلتي، أستودعك أهلي، أستودعك بيتي، قل اللهم إني أستودعك بيتي وأهلي، عفوا أستودعك نفسي وأهلي وبيتي. وإن كنت أيضا تنزل من السيارة قل ومركوبي أو ناقلتي، إن شاء الله لا يقربه شيء. إذا جئت إلى النوم ودخلت البيت بهذه السنة لا يكون هناك شيطان، لكن لعل دخل بسبب غيرك من دخل البيت. فإذا أتيت إلى النوم حصن نفسك بماذا؟ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان من سنته عليه الصلاة والسلام الوضوء ثم يأتي إلى فراشه فينفضه. وطبعا تقول اليوم ما شاء الله سرير، غرفة نوم، كاتلي، دوشة كبير، شبر، كم برنوس، كم بطانية، كم شرشف، وكم مسادة عودة وطويلة حتى إذا تقلب ما يجي صفدها. تقول نضيف الفراش نضيف كل، لا، حتى إذا كان نظيف في عينك فالحقيقة إنه لم يكن نظيفا، لأن الكون مملوء بالكائنات الحية وتدخل من أصغر الفتحات وذرات التراب كذلك. لأن يتوضأ ويجمع كفيه الشريفين ينفث فيهما بالمعوذات ويمسح بهما جسمه، يأتي إلى فراشه فينفضه، ثم ينام على شقه الأيمن واضعا يده الشريفة تحت خده الأيمن ويذكر الله تعالى حتى ينام. العلم اكتشف حديثا قرأته من شهور إن هذا العمل الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أن يضع الإنسان عند نومه يده اليمنى تحت خده الأيمن على جانبه الأيمن ينام في بداية النوم، إن هذا العمل يسحب الشحنات السالبة من الرأس. طبعا الإنسان يمر بحاجات في اليوم، من يوم ما يقوم ويخرج من البيت لقفلان وحياه وذها سأله وذها قال له إيجاب، وهذا قال له سلب، وسائد العمل هذا معامل إيجابية وهذه معامل سلب، وحياة يومية حتى يأتي مشحون هذا المخ بالشحنات السالبة. فإذا جاء إلى النوم وفعل ذلك انسحبت الشحنات السالبة من الدماغ ويبقى الإنسان في نومه هاديا كذلك. ومن عظيم التحصين للإنسان الذي يعمل ذلك في نومه أن يقيض الله تعالى له ملك عند رأسه طول ليله يحفظه من كل غائلة ويدعو له ويستغفر له طول ليله. وبعد ما كذا كنا حال الشباب ما ينهضوا، بعض الناس حتى بعض المطاوعة يوقع فيها ويتأخر عن صلاة الفجر يرقع حتى بعض المطاوع يرقع. ومتى؟ تو في الشتاء متساوي الليل والنهار بينهم بس
عشر دقائق. 12 ساعة قاصر خمس دقائق الليل وما سادنهم. ينهض يا الله ينهض عند الأذان ولا بعد الأذان يجي يرقع يصلي السنة خلاف. أيضا هذا تحصين له، إذا فعل ذلك فإن الملك كفيل أن يقوم ويصحي هذا الإنسان إن كانت نيته مع الله خالصة، ويقربها من لم يقربها يجدها بمشيئة الله تعالى. يقول أريد أقوم لصلاة الفجر قبل مثلا خمس دقائق أو عشر دقائق أو ربع ساعة، ولا يعلم يقول مثلا بخمسة أو خمسة وخمس أو خمسة عشر، لا يقول خمسة دقيقة أو خمسة ثلاث، ويشوف ويخلي الساعة عنده ينام على هذه السنة بنية خالصة من هذه الدمغة النظيفة. يأتي الملك يضع أنامله عليه في ذلك الوقت مباشرة، قم يا عبد الله، قم بارك الله فيك، قم حفظك الله، حان الوقت الذي حددته لصلاة الفجر، فيقوم مباشرة. تحصينات يحصن الإنسان نفسه. كذلك أيها الإخوة، اليوم كما تعلمون إن المرض الخبيث انتشر، السرطان. طبعا يجي الحريم يخابرنا ما كذلك، سلمن عليها وشوفا ويعقلها الولد. الولد ما شاء الله 3 كيلو 3.5 كيلو، كأن ريحانة وبياض ومازر. هذا أبو الله تعالى رزقنا إياه، ما تذكره إن شاء الله بعد زين. إذا قال ما شاء الله ترى هو خلاص ما شيء إشكال، ما تقول شيء عادي يوم تخرج حال بنتها ولا حال حرمة بنها ولا حال حرمة ها كم بنش انتي ممصوص وجه فلانة ما شاء الله كالنظام ايده. هذا حال ولد وحال حرمة. وماذا تعمل الحرمة؟ تجي ترضع قدام الحريم، شابة بيضة جميلة ما كمل الحريم أول، ما سيح حطب وهول نظيفات ما شاء الله، متزرقشات مازرات تو سمينات. طلع صدرها ترضع ولدها، قم العين كمش كمن الشاب كمل الكهرب كمل النجم فين في الصدر. طبعا ربما البعض يقول بعيد الشر، إلى هذه الدرجة العين يعني تسبب سرطان؟ قل نعم، لابد المرأة أن ترقي نفسها، لابد لرب الأسرة أن يرقي زوجه، أن يرقي ولده، أن يرقي ويفعل كما يفعل الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، فقد كان يرقي من يأتيه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يؤتى له بأطفال. ويرقي كان الحسن والحسين، وكان يأمر الصحابة أن يرقوا أبنائهم. طبعا هذه من السنن مهمولة عند البعض. نعم، فلا بد من الرقية لهؤلاء الأطفال وهذه المرأة.